في تعز دشن وكيل المحافظة رشاد الأكحلي الورشة الاستشارية الخاصة بآليات التمكين القانوني لتحقيق السلامة المجتمعية والتي ينفذها مركز تنمية المرأة والطفل بدعم من منظمة أجيال بلاقات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أكد وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي إلى أهمية فهم القانون وخصوصا للمرأة لتعي حقوقها بشكل قانوني. جاء ذلك خلال افتتاح الورشة الاستشارية الخاصة بآلية التمكين القانوني للنساء الضامنة لتحقيق السلامة المجتمعية في مدينة تعز، ينظمها مركز تنمية المرأة والطفل وبدعم من منظمة أجيال بلاقات للتنمية. يمكننا في ورشة تمكين المرأة قانونا تقيمه مؤسسة تنمية المرأة والطفل. الحقيقة تمكين المرأة هو مسألة قانونية، التوعية القانونية بالنسبة للمرأة مسألة مهمة فيما يتصل بحقوق المرأة وأخذها لحقوقها الموجودة. تناولت الورشة العديد من القضايا المتصلة بمشاكل المرأة القانونية وكيفية الوعي بها والقدرة على كيفية معالجة كثير من القضايا التي تواجهها المرأة بما يتصل بالجانب القانوني. مسألة الوعي القانونية هي متصلة ليس بالمرأة لكن متصلة بالمرأة والرجل، عشان نستطيع من أجل أن نستطيع أن نواجه حقوقنا وننتزعها بالشكل التي تكون توفر حقوق الناس بشكل إيجابي وصحيح. نحن بأمس الحاجة إلى أن تعي المرأة حقوقها وواجباتها وأن يكون لها مساهمة فاعلة في بناء المجتمع. طبعا لا يمكن أن تقوم بدورها في بناء المجتمع إلا إذا وعت وأدركت ما هي حقوقها وواجباتها، وهذا يتطلب وعي قانوني بكافة حقوقها وواجباتها في كل مجالات الحياة. ونشكر المركز على ما يقوم به من فعالية على تنظيم هذه الفعالية، كونها ستصب في هذا الاتجاه وستزيد من عملية تحفيز المرأة على أن تدرك حقوقها وواجباتها وتقوم بدورها المطلوب في المجتمع. 40 متدربة ومتدرب في العديد من الدورات المنفصلة حول القانون أنتجت العديد من التوصيات التي تضمن فهم المرأة للقانون الضامن لتحقيق السلامة المجتمعية، وكذا ورشة لمدة يومين تؤكد على أهمية وضع آلية تضمن تواجد المرأة في صناعة القرار. طبعا تأتي هذه الورشة ضمن مشروع التأهيل القانوني للقيادات النسوية في تحقيق السلامة المجتمعية في محافظة تعز، والتي شملت هذا المشروع دورتين تدريبيتين. الدورة الأولى كانت لمدة 4 أيام لمديرية المظفر، والدورة الثانية لمديرية القاهرة بعدد 40 مشاركة. هذه الورشة حبينا أن تكون الدورة الأولى كانت للتأهيل القانوني وتعزيز سيادة القانون لدى كثير من النساء. هذه الورشة ستكون ملحقاً للدورات السابقة لخروج بمخرجات وتوصيات سنعمل عليها في المستقبل القريب. عندما توجد العديد من الجلسات والورش التي تهتم بالقانون وخصوصا قانون المرأة، هذا يعني أن هناك توجه حقيقي في وعي المرأة بحقوقها. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.